طوفنا احنا حين نمشي. اي في اللي هو اسمها خالتي ما شو اسمها. خالتي قواشي. امي. خالتي قواشي. العوده. اركبش. بعد شو اسمه؟ باردون. بالتايم بعد. بالتايم. طيب. مشكور. هذا شاي صباح بعد الريوق. مرحبا شباب. لا 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 شباب. توني شارب توني شارب اوكي. انت توك شارب طلب بيضك ما تحكي. لا مساء عليك. لا الحين. لا الحين مساعد المطعم. طلب بيضك يا زين. اقول لك. لا يطلع. جاوب صح. يلا. يلا شباب يلا تفضلوا. اي اوكي Thank you.
Thank you.
هذا زين صور bir şey söyleyeceğim mi artık yoksa gideyim ben Ali Bey'den onayını aldım لا 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 ايش حق يسحبوك لا يا ابو Vain sudi, valos na mai. I don't care your name. I can kiss every pain. I would stand by forever. My breath away, so you can take my breath away. Oh, oh, oh. هلا 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 حيا أبو حامد حيا. وين راح؟ كل دمك وراك. سام. إيش؟ على رايك دم خفي على ما يبدو لما يقولوا ما بيقولوا بالدماء فينا نظيف ولا ما يبدو دم خفي ولا ما يبدو شكل سليم جد لطيف وعجبي تريد حبيبي
هذا هايته بودريك في البداية. والله حرام هالمية في الهواء. اي سوونا دخلة المية حلو. معانا ستيف البحرين. شيل شيل لي عشان يطلع ستيف. شوفوا هاي ستيف جماعة اللي ما يعرفه. ويانا في جروب. لا مستاي اليوم ما شاء الله. أحمد طير التايب بعد. ما علي جرانتي شكله. هلا هلا حبيب. شوفوا هذه شكله بيش دخل الحين. ما شدر. شلال؟ تحب الشلالات؟ في الحالة ما عندكم شلال؟ مستانس من المنظر؟ والله عندهم طبيعة الله ما أعطهم خير من نحن والله. بحر حلو. وحن رسمنا عذاري. زين ايه. عندك بحر؟ وعذاري بعويني راحت. عندك بحر زين؟ بحر بحرنا كله نسد الله يسلمك. نسد ها؟ شلال ورق. جعفر كله محتاج جعفر. أنا ما محتاج أنا أتكلم الواقع يا يوسف. أنت جاي مسافر انسى سوالف ذي لين رجعت طيح فيهم. لا لا يعني أنا أتكلم الواقع أقول إن إحنا بحرنا راح. راح. اندفن صار كله أراضي. وين أول؟ طالبين كوفي تركيش كوفي شلون يسوون على الفحم صدق عليه هاي الكوفي اللي على اصوله وهاي الكبايات طبعا يقطونهم عن الجرافيم وهذا صاحب اللي يسوي القهوه او التركيش كوفي وهذا حبيبنا ابو سلطان وهذا الشراب ها هذه شراب الكوفي هذه شراب الكوفي الجاي الحمار هو اللي يسوي هو يشرب نعم وهذه طبعا انا
ويا حبيبنا ابو سلطان. اي نعم نعم. قول كلمه كذي. الكلمه موجهه الى منو؟ للجروب مني ولا للجروب؟ الجروب مني منك عندك. يعني احنا اليوم مستمتعين مستانسين، اول مره نشرب هالكوفي الاصلي. نعم. اللي ندوره من زمان. اي والله. ويقص علينا انورو يسوي لنا الكوفي ويسايق علينا. لا ذاك يعني واحد انسان يعني اسفل السافلين. أنا ولا فريق كله فاضي. هو يعني هو السبب إن إحنا ما نتطعم الأكل. يعني يأكلنا سميت، يأكلنا روب، لا إحنا بنأكل لحم. نعم. نعم نشرب كوبي أصلي. نعم نعم. يعطيك العافية. حقير محتقر. يعطيك العافية. الله عافيك. إحنا القهوة جهزت. عقب ما صبوا على الفحم جهزت. وهني صبوا القهوة. هاي قاعدة تفوح القهوة هني وهاي صفها هني. سادة يا سلام. وهاي القهوة السادة جهزت حق ابو سلطان. هاي قهوتي الحين قاعد تقلي تقلي تقلي. الأصولة دي أصلي. مو اي كلام تعال الصوب. لا لا لازم تقلي القهوه عدل. نعم حبيبي. نعم اشكرك. طبعا معنا ابو محمد مستمتع. هلا هلا. اقول لك وانا جالس الحين من شوي جاب ثلاث من التورس وياده وانا قاعد اشوفهم يتلفتون على النهر هذي ويطالعون فيني ويضحكون ويطالعون فيني. منصور قمت معي اللي يقول لي انت حسين منصور. شو بيك؟ العافيه. عافيك طال عمرك. فين فازك؟ زكريستان وين؟ هاي لقطة الرمان قبل ان تحرك. ايه جعفر رمان رمان ما ادري برتقال. ايه يلا يبقى قبل ان تحرك. هاي الكافيتيريا حلوة هاي شوفها. علي موسى يبكي ورا شوي. لا على وين؟ هاي برتقال علي موسى انا على حسابي عزمة. أبوي فيك. من زمان ما قلت لك. برتقال برتقالي انا يم. لا ما يقدر على هذي خلي يروح هناك يعني. حكيم اكو هني اكو بالمطاعم ما ادري هاي الكافيتيريا والله يبغى ساندي من خذ يحط حبيبي. لا موجودين احنا. يلا يجيك احنا في الصحراء دراعين نخلص الشاي راح نسوي تصوير جماعي. عاد نصير الشاي خلينا نشوفه. هاي شاي تركي.
حسين منصور. هذه الماي تركي اخيرا قالوها لك اليوم. ايه استانس انت عاد عشت الجو واقفين شب يطالعون شو السبب ليش ليقوا حسين منصور. انزل يجيب القلبه وياك بفاصل علي بوس الختام لك اسكت. والله نختتم الجلسه هذه ان شاء الله بالتصوير الجماعي عند تحت. مع الاسف توني راجع توك راجع بخسارة ها؟ اي رجعت بالشلال بروحي قلت له شو اسمه؟ ما هو وين محتوى؟ ايه انا قلت بس خلني صورة لي ما قصرت خير ان شاء الله. انواري بتروح تصور حبيبي؟ مال هولدي طبعا مرمال كان يشرب شاي. طبعا انا رحت البقارة شفت الشلال عود على موسى اكيد بيروح حق التصوير. طبعا هنا انا خمس مرات هني فيك خمس مرات هني بس هاديني تشبع يعني ما في الا الشاي والعصير ايه وانه كنا قاعد يعني قاعدة حلوة ويا شباب لين يجي الوقت وانا امشي علي موسى تروح المغادرة والله المغادرة الشاي من قبل شايفها؟ ايه وصورها الان صورها بالتفصيل ممل اه عبالي هتبقى عادي شو تقول تعرضوه هاي شوف ستيف ستيف يا جماعة اللي بيعرف البيوت شيء غير ما فيه لا ها والحين هاي نكتاي شوفوا 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 ايش حلوه المحرقي هذه يعطيك العافيه ها ايش بتقول شيء تعال قرحه المحرقي زين عجبك عجبك ان شاء الله كله طيب